Abu Huraira reported Allah's Messenger, may peace be upon him, as saying, Allah, the Exalted and Glorious, said, I live in the thought of my servant and I am with him as he remembers me, the Holy Prophet, further said, by Allah, Allah is more pleased with the repentance of his servant than what one of you would do on finding the lost camel in the waterless desert. When he draws near me by the span of his hand, I draw near him by the length of a cubit, and when he draws near me by the length of a cubit, I draw near him by the length of a fathom, and when he draws near me walking, I draw close to him hurriedly. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. And you will be, at the resurrection, three kinds, categories. They are the ones brought near, to God. In the gardens of bliss. They will be waited on by immortal youths, resembling young boys, never aging. And such flesh of fowls as they desire, for themselves to enjoy. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال
ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. They will not hear therein, in paradise, any vain talk, any lewd words, or any sinful words. An extended shade, one that is permanent. An abundant fruit. Dot and a multitude of the later ones. Dot neither cool, like all other shade, nor pleasant, nor agreeable in its appearance. 646. For verily you have known the first creation, Al-Nashaada, a variant reading has Al-Nashaada, why then will you not remember? Tadhakaruna, the original second ta of Tadhakaruna, has been assimilated with the Tao. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم
فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. We have indeed suffered loss, losing what we expended on the cultivation. Was it you who created the tree thereof, trees, such as the mark, the afar or the cock, fennel, or were we the creator? Which none touch, la yamasuhu is a predicate functioning as a prohibitive command, except the purified, those who have purified themselves of ritual impurities. And we are nearer to him than you are, to know, of his state, but you do not perceive, tabsaruna derives from al-basira, perception, that is to say, you do not realize this. تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. And if he be of those of the right hand, then, peace be to you, that is, then, for him there will be, peace by way of, security, salam, from 650 chastisement, a greeting, from those of the right hand, arising, from the fact that he is one of them.